الحقيقه احنا في معهد الاورام منذ انشائه سنه 1969 ولا نال جهدا ان احنا يعني نحسن الخدمه الصحيه المقدمه للمرضى. احنا المعهد بيستقبل حالات كلها بالمجان، والحقيقه منذ تاسيس المعهد الى الان لم تدخل التخصصات في معهد الاورام الا هذا العام. في صدد ان احنا ندخل التخصصات. يعني ايه تخصصات؟ يعني يبقى في مجموعه من الناس بتعالج اورام الجهاز الهضمي، في مجموعه ثانيه بتعالج اورام الراس والرقبه، في مجموعه ثالثه تعالج اورام الثدي واورام، ومجموعه اخرى تعالج اورام الجهاز البولي التناسلي، وفي مجموعه لاورام الصدر. طبعا الهدف من التخصصات ان احنا يعني نقدم خدمه صحيه مميزه فعاله لهؤلاء المرضى. الاورام بالنسبه لاورام الراس والرقبه، احنا الحقيقه سنه 2007 عملنا اجتماع تاسيسي لجمعيه اورام الراس والرقبه المصريه، وحضروا 105 من الاطباء في مختلف التخصصات، جمهوريه مصر العربيه من جميع الجامعات ووزاره الصحه. والحقيقه كان اجتماع تاسيسي ناجح، واسسنا الجمعيه واشرناها يوليو 2008. الجمعيه بتضم مختلف الاطباء في جميع التخصصات، انف واذن، جراحه مخ واعصاب، جراحه عامه، جراحه تجميل، جراحه فك، بالنسبه للاسنان كمان، بالنسبه لاطباء التاهيل، العلاج الطبيعي، الاطباء النفسيين، ده بالاضافه الى التخصصات بتاعتنا احنا جراحه الاورام والاطباء اللي هم متخصصين في العلاج بالاشعاع الذري والاطباء في الطب النووي او طب الاورام. بالنسبه للهدف من تاسيس الجمعيه تقديم هذه الصحه الخدمه الصحيه المميزه للمرضى. في نفس الوقت في هدف نبيل تاني ان احنا بنطور بالنسبه للاورام، البروتوكولات بتاع الاورام، نحط بروتوكول لاورام الراس والرقبه. احنا عندنا اورام الراس والرقبه ما هياش اورام بسيطه، اورام متعدده. احنا عندنا في الراس بس في الانف والاذن والحنجره، وفي في الرقبه الحنجره والبلعوم، في يعني مش دول بس، يعني في كتير بقى، جيوب الانفيه، في البلعوم، في الغده الدرقيه، في الغدد الليمفاويه في الرقبه، في يمكن زياده عن 20 او 30 نوع من الورم. كل نوع المفروض يبقى فيه ورم حميد وورم خبيث. يعني احنا الاورام متعدده، اورام حميده واورام خبيث. في اورام حميده بتدي اعراض يمكن اكتر من الاورام الخبيثه وبتنمو بسرعه، بس هي الفرق بين الورم الحميد والورم الخبيث ان ده بينمو ببطء، اللي هو الورم الحميد، ولا ينتشر عن طريق الثانويات الى اماكن مختلفه، والورم الخبيث بينتشر عن طريق الاورده والشرايين الى اماكن اخرى، وعن طريق الاوعيه الليمفاويه ينتشر الى الغدد الليمفاويه، وبيأثر على صحه المريض وممكن يقضي على حياته. ده الفرق. مرض الحميد بنقول عليه حميد لانه حميد في تصرفاته، ما بيقضيش على صحه الانسان. في الراس والرقبه بالذات في انواع حميده ممكن قوي تأثر على صحه المريض، زيها زي برغم انها لا تنتشر بالثانويات. الحقيقه احنا في النهارده ثوره في التشخيص، سواء اذا كان تشخيص بالاشعه المجاف صوتيه او التشخيص بالاشعه المقطعيه او الرنين المغناطيسي. في تقنيات جديده من الاجهزه دي، الاجهزه دي بتكلف ملايين، متوفره في المراكز الطبيه، متوفره عندنا في معهد الاورام. كمان بنشير الى ان في ثوره كمان في المناظير، في مناظير احنا عندنا فتحتين في الراس اللي هم الانف والفم، نقدر نخش بالمنظار
ونقدر نشخص تشخيص في الياف ضوئيه موجوده، حتى يمكن منظار الالياف الضوئيه اللي موجود في العياده الخارجيه في معهد الاورام. دلوقتي التشخيص بنقول ان احنا الهدف بتاعنا ان احنا نشخص بدري بحيث ان احنا نشخص الورم وهو صغير الحجم. الاشعاعات التشخيصيه بتشخص الورم اللي هو 1 سم فما فوق. التقنيات الجديده بتشخص الورم اقل من 1 سم. القصه كلها بتبتدي ازاي؟ بس نقرب المفاهيم شويه. ان السميات سواء اذا كان تلوث بيئه او فيروسات او اشعاع يعني ذري بيجي ياثر على الخليه في الراس والرقبه. الخليه دي بتتكاثر، الخليه الواحده تبقى 2 والاثنين يبقوا 4 والاربعه يبقوا 8، تكاثر عشوائي كده بحيث ان الخليه تكبر وتكون نسيج. النسيج ده ما يبانش في بداياته بالاشعاعات التشخيصيه وحتى ما بيعملش اعراض، لكن بعد فتره ما بيكبر 1 سم لابد ان يبقى فيه اعاقه. نطلع على الميديا ونقول للناس احنا عندنا بحة في الصوت، 3 من الاعراض اللي دايما نقولهم من ال7 اعراض اللي بنقولهم للناس، بنقول لهم لو العرض ده موجود ما تسكتش ولازم تاخد المشوره. الاعراض دي 3 منهم موجوده في اورام الراس والرقبه، صعوبه في البلع وفي نفس الوقت بحة في الصوت، والاثنين دول ما بيخفوش، الغده الليمفاويه المتحجره، كل دول ما بتخفش برضه العلاج. كل ده يشير الى ان احنا نعمل الفحوصات والتشخيص بدري بدري. انا الحقيقه مش هنطول عليكم، بس نقول ان في ثوره في العلاج. احنا عندنا 3 وسائل: جراحه واشعاع ذري وجلسات.